حسين، باحثة عمل مشتركة في دورة مهارات وظيفية في معهد السلام للتدريب. تعلم من تحديد نقاط القوة ونقاط الضعف وتقويتها وأخلاقيات العمل والأهداف الذكية والسيرة الذاتية. تعلمنا كتابة رسالة تغطية والتقديم على وظيفة وعمل حساب في لينكدإن وكتابة رسالة بالإيميل. تعلمنا شلون ندخل مقابلات العمل وشنو نقول أثناء المقابلة احترافية، أهمية طلب المساعدة لحل مشاكل العمل، كيفية بناء الثقة واحترام الذات ومهارات التواصل وأنواعها.